السلام عليكم. كيف الاخبار؟ فيديو جديد. واليوم من وين؟ فرنسا. يوم من لاس فيغاس. اعطيكم لوك حقيقي للاس فيغاس. ساكن هنا. بتشوف الفيو كيف على هذا المنظر، على هذا النوافذ. هذا الفيو اللي كلمتكم عنه من شوي. طبعا اسعار السكن مو كثير مبالغ فيها، يعني $50 لليلة، تقريبا 20 ريال للشخصين، يعني شخصين يدفعوه، يعني كل شخص اسفاله 10 ريال كذا. من نفس المكان لكن في الصباح ان شاء الله، من هنا راح تنطلق رحلتنا لهذا اليوم. بتكلم ولا ما اعرف انا عنه والله شيء، بس سمعت انه مشهور. غرب امريكا، بس غرب امريكا ما ممكن شرق امريكا. اوكي، نفس مطاعم فاست فود خطايا برجر، يعني خطايا خلص. سمن برجر. سمعة يا ربي دخل العافية. هذا اني ناوت. وفجأة ازيك يا شباب، اليوم في القاهرة في مصر، والهول وهرمات الجيزة و المعلم اللي نسيان اسمه، نور ابو الهول. خلينا ندخل الهرمات من داخل، نشوف كيف الهرم من داخل بالضبط. فجأة البندقية إيطاليا.
روما. هذه كانت روما إيطاليا. الهند. كنت أقول المكان قبل لا أصوره يعني قبل كهين ساعة روما. هذا الهند تاج محل. والله لما قايل لك تاج محل كنت ما أعرف. ما تاج محل ترى. بس يعني شيء في الهند يعني الحضارة الهندية أهم شيء صح؟ خلاص كنا هندي. نيويورك. فريمونت ستريت. اوكي. عندنا وقفة لازم معنا وقفة قوية بعد. والله من يذكره في خواطر هارت اتاك. إذا وزنك أكثر من 350 باوند يعني تاكل ببلاش. تذكروه بحط مقطع مع الخواطر أول لما زار هنا شقير على الباب على طول علشان تقيس وزنك. الكولا هذي ما في شيء مميز صراحة. عمق أكثر؟ عليك. توقع ده أشهر حلاوة أمريكا. عندهم احتكار السوق. أمنام. أنا ما أشتغل معهم.
ومن وين ما بدنا بننتهي مع منظر النافورات. وبهذا يكون خلص الفلوق لهذا اليوم. لو ما حبيت تتابع النافورة خلاص اطلع، ولو حبيت كمل تشاهد 5 دقائق القادمة لأنه منظر جميل جدا. أترككم مع المشهد، مع السلامة.